كده استوديو. المؤمن شكرا زميلي وليد طبعا. المؤمن وشكرا لضيفك الدكتور مبارك البغيري، وانا متواصلين معاكم في هذا البث الحي المباشر من المركز الاعلامي في فندق الرايه. يمكن حسب ما احنا لاحظنا قبل قليل الاجتماع في وزراء الماليه العرب، احنا لابد ان نسلط الضوء اكثر واكثر. معي ضيفي الان في هذا الاستوديو المجهز تجهيز كامل، معي الاستاذ عبد العزيز عبد الله السيد، رئيس قسم البرامج الاخباريه والوثائقيه ورئيس قسم المذيعين بتلفزيون دوله قطر. استاذ عبد العزيز حياك الله اخوي نجيب، وانا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، اصبح على اهل الكويت كل ابوهم، وانا سعيد جدا بهذه المشاركه وتواجد للإشراف على تغطية القمة العربية بالنسبة لإذاعة وتلفزيون قطر. الكويت هي بلدي وأنا جزء منكم في المنظومة الإعلامية والمنظومة الخليجية. حياك الله. حياك الله أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، أنا ودي يمكن أدخل في موضوع الآن الكثير يتحدث عن هذا الموضوع، إدارة الدبلوماسية الكويتية بحكمة واقتدار من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح الله ورعاه، بهذا الجمع الكبير من الدول العربية تحت سقف واحد في دولة الكويت. هو لا شك أن القمة العربية التي تنعقد حاليا في الكويت، تستضيفها الكويت، تعتبر أو تنعقد في ظروف بالغة الأهمية والتعقيد، نظرا للتطورات الكبيرة والمؤثرة والانعطافات التي يشهدها العالم العربي. نحن أمام قمة غير عادية، قمة ساخنة، قمة تضم ملفات معقدة، وقمة تضم بالإضافة إلى هذه الملفات المعقدة هناك ملفات مرحلة من القمم السابقة إلى هذه القمة. لا شك أن الدبلوماسية الكويتية تمتلك القدرات من واقع تراكمات الخبرات السابقة والخبرات الحالية في إدارة مثل هذه القمم وتعامل مع الملفات الساخنة، وخاصة وأن مثل هذه الملفات تحتوي على رؤى مختلفة. نعم. لقضايا متعددة، هناك قضية الإرهاب في العالم العربي نتيجة تداعيات أحداث الربيع العربي، هناك الانقسامات في وحدة الصف العربي، هناك موضوع يتعلق بقضية التسوية في الشرق الأوسط، الانقسام الفلسطيني ما بين حركة فتح وحماس، تداعيات الأحداث في عواصم دول الربيع العربي مثل القاهرة، تونس، اليمن، دمشق، الوضع في لبنان، أيضا الملف النووي الإيراني. كل هذه الأمور وهذه القضايا ساخنة سوف تتعامل معها الدبلوماسية الكويتية، وكلنا على يعني ثقة بأن الدبلوماسية الكويتية ستكون قادرة على إدارة مثل هذه الملفات. نعم أستاذ عبد العزيز السيد، يعني رئيس قسم الأخبار والبرامج الوثائقية في تلفزيون دولة قطر، يمكن الكثير يتحدث عن القمة وملفات اقتصادية كثيرة سوف تطرح إن شاء الله خلال هذه القمة. نعم طبعا، ربما التركيز في هذه القمة الإعلام يركز على القضايا السياسية، هناك قضايا اقتصادية في غاية الأهمية وغاية الحيوية لا شك أنها مطروحة. ومن ذلك قبل قليل كما تابعنا اجتماع وزراء المالية أو اللجنة المالية المعنية بهذه القمة، القضايا الاقتصادية تعتبر حيوية ولا تقل أهمية عن القضايا السياسية المطروحة الآن في عمل هذه القمة. نعم سبع يعني عبد العزيز، لابد ان لكل الاعلاميين الموجودين يعني القيام بتغطيه حيه مباشره والوصول الى الامنيات. ما هي امنيات المواطن العربي في هذه القمه؟ اخوي نجيب، احنا على مدى هذه السنوات نتحدث عن امنيات من قمه الى قمه، الاحلام تراود الشعوب، ننتقل من قمه وننتظر قرارات تصدر عقب الجلسه الختاميه، عقب البيان الختامي نقول بان المرحله القادمه ستكون ان شاء الله جيده وستحقق احلامنا كشعوب وستحقق امنياتنا في العالم العربي. ايضا اتفائل معك اخي الكريم نجيب باننا نتمنى ان شاء الله أن تخرج هذه القمة بجوانب تعالج ما يتعلق بالإنسان العربي في هذه المرحلة. الإنسان العربي لم يتطرق إليه في معظم القمم العربية، تطرق إلى الجوانب السياسية، الجوانب الاقتصادية، لكن الإنسان العربي يبدو بأنه سيحظى هذه المرة في قمة الكويت حسب الأجندة الموجودة بجانب كبير. القمة. نعم، شعار القمة أستاذ عبد العزيز يعني يؤدي إلى طموحات وأمنيات كثيرة، شعار القمة قمة التضامن لمستقبل أفضل. نعم، القمة قمة التضامن لمستقبل أفضل، هذا الشعار نابع
من التفاؤل الكويتي والتفاؤل منظومة جامعة الدول العربية بأننا متفائلون إن شاء الله رغم كل ما نمر به حاليا من قضايا ساخنة، من انعطافات خطيرة، من تحولات جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك. نعم أستاذ عبد العزيز، يمكن لو نتحدث عن هذه القمة ستناقش أمور كثيرة، منها القضية الفلسطينية، تطوير الجامعة العربية، تحقيق الأمن القومي العربي ومعالجة الخلافات في الرؤي بين الدول العربية. نعم، أنا كما ذكرت في بداية حديثي معك أخوي نجيب بأن هذه القمة تعتبر غير عادية، ليست استثنائية بل هي غير عادية، لأنها تنعقد في ظروف بالغة التعقيد. كل هذه القضايا التي ذكرتها الآن شائكة تعتبر، كيف تتم معالجتها من هذه القمة؟ هذا المتروك الأمر للقادة وللدبلوماسية الكويتية، ونحن على ثقة بأن هذه الدبلوماسية قادرة على التعامل مع مثل هذه الملفات، يعني قضايا جوهرية وحساسة وخطيرة ومنعطفات مؤثرة في هذه المرحلة بالذات. نعم، دولة الكويت يعني ليس بغريب عليها بإقامة قمم كثيرة، منها القمة الأفريقية العربية والقمة الاقتصادية وهذه القمة الدورة 21 نعم. لانعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى هذه القمة، يعني كيف نظرتوا من قمة إلى قمة إلى هذه القمة العادية؟ طبعا القمم العربية التي عقدت على مدى الأعوام السابقة منذ انطلاقة منظومة العمل العربي المشترك عبر الجامعة العربية في أواسط الأربعينيات مرت بتحولات متعددة، إلى أن وصلت إلى مرحلة توقفت عن عقد هذه القمة أو القمم الدورية، رغم أن هذه القمم أسباب توقفها كانت أسباب تتعلق بالخلافات العربية التي كانت طاغية في تلك الفترة، أيضا القضايا الحيوية المؤثرة كان لها دور في تعطيل العديد من هذه القمم. لكن فيما بعد الآلية الآن انتظمت وأصبحت هذه القمة تعقد كل عام في دولة قطر، كانت في عام 2013 الآن 2014 في دولة الكويت ومن قبل في دول عربية أخرى، أصبحت الآن الآلية منتظمة. المشكلة أخ نجيب ليست في عملية استمرار هذه القمة، وإنما المشكلة تكمن في عالمنا العربي في منظومة الجامعة العربية. ما هي القضايا التي يتم التوصل إلى نقاط مشتركة في الرؤى؟ نحن أصبحنا نفتقد إلى مثل هذه الآلية في الجامعة العربية وفي القمم العربية. لكن إن شاء الله كما ذكرت أن الشعار القمة هذا العام ينطلق من باب التفاؤل رغم القضايا المصيرية والجوهرية والحيوية. نعم، احنا نلاحظ الآن يمكن في تنقناتنا في الكاميرا داخل المركز الإعلامي إلى عدد من الدول العربية اللي موجودة أو الصور اللي موجودة، منها المسجد القدس ومنها كثير من الدول العربية المشاركة في معارض موجودة، حضروا إلى دولة الكويت ليقدمون ما لديهم من تراث، من أمور كثيرة في لدولهم العربية. كل شاهدتوا هذا المعرض الآن؟ نعم تابعنا هذا المعرض. نعم. قبل شوي أنا طبعا متواجد قبل شوي. نعم. كيف شاهدت هذا المعرض، تنظيم هذا المعرض، الدول المشاركة في هذا المعرض؟ هو قبل أن نتحدث أخوي نجيب عن عملية المعرض يعتبر جزء من المركز الإعلامي. في الحقيقة أنا مشارك في القمم الخليجية يعني معظم القمم الخليجية وخاصة التي تعقد في دولة الكويت والقمم العربية. الزملاء الإخوة في الكويت دائما سبقين إلى ابتكار الوسائل الكفيلة لكي يقدم من خلال هذا المركز الإعلامي ليس فقط التجهيزات الفنية والتجهيزات الهندسية والتلفزيونية والإذاعية، مصادر الأخبار، التسهيلات المقدمة، هذا أمر اعتيادي. احنا طبعا تعودنا على الإخوة في الكويت أن يقوموا بتنظيم مثل هذه الأمور، لكن المميز في هذه القمة احنا ربما لاحظناها في القمم الخليجية لكن في القمم العربية لم نكن نشاهد مثل هذا الأمر. معرض يجسد التراث العربي المشترك، يبرز أهم الجوانب، اللمسات الإنسانية التراثية الاجتماعية وليست السياسية. السياسة نتركها للقادة داخل أروقة القمة إن شاء الله، لكن الجوانب السياسية، اللمسات الإنسانية الاجتماعية، كل هذه تلمسناها، وكل من يقوم بجولة في هذا المعرض يتلمس هذا الجانب يجد هناك مجالات مشتركة تجمعنا في الدول العربية. هذه بعد أيضا نتفائل بذلك. نلاحظ يمكن أستاذ عبد العزيز عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، يمكن هذا البوم وهذا البوم يمكن ليس إن لدولة الكويت، إنما لجميع دول الخليج. كل دول الخليج. نعم. كل دول الخليج الآن
تجسد هذا الجانب من التراث. نعم. أنا طبعا كنت أتجول داخل هذا المعرض وشفت الموضوع المتعلق بالتراث في فلسطين. نعم. المسجد الأقصى والحرف اليدوية، ربما الهم الفلسطيني، القضية الفلسطينية موجودة. نعم موجودة. موجودة من خلال المنحوتات، من خلال اللبس الفلسطيني، من خلال الأمور المتعلقة بالتراث الفلسطيني. أيضا شهد جيبوتي. لاحظ حتى كنا الآن نعم الكاميرا هي الكاميرا تتجول الآن، تتجول من نعم موقع على موقع. نعم واحدة من الحرف اليدوية الآن هذه، طبعا أنا مش شايف الصورة بوضوح. نعم نعم نعم. لكن أعتقد أن هذا جناح لدولة الكويت. نعم. وهناك أجنحة أخرى موجودة تتناول وتقدم التراث العربي الذي يجمعنا خاصة من خلال هذه القمة، قمة، نعم فعلا قمة التضامن. نعم يعني مثل ما تفضلت زميل يعني الأستاذ عبد العزيز على هذا الشيء الطيب، وإحنا أكيد أن نلاحظ هذه اللمة العربية، اللحمة العربية تحت سقف واحد، نلاحظ يمكن حتى المعارض تجسد ما بداخل المواطن الخليجي والعربي، ويعني نشوف الجميع تحت سقف واحد، كلهم يطمحون وله أمنيات إن شاء الله نتطلع لها في المستقبل القريب إن شاء الله. أتفق معك تماما أخوي نجيب، أتفق. نعم. إن شاء الله. نعم أستاذ عبد العزيز، إحنا يمكن الجميع يمكن الآن يتأمل في بداية هذه القمة، اليوم اجتماع وزراء المالية العرب. نعم. غدا في مؤتمرات كثيرة، في اجتماعات كثيرة، مؤتمر وزراء الخارجية، وزراء الخارجية، واليوم اللي بعده في مؤتمرات كثيرة أخرى. الآن الجميع ينتظر. نعم. لإنعقاد هذه القمة، قمة العربية 25 في العالم. نعم هو لا شك أن هذه القمة تشكل انطلاقة بالنسبة لمسيرة العمل العربي المشترك. أنظار الشعوب من المحيط إلى الخليج تتابع هذه القمة، ليس لأنها مجرد قمة تنعقد. نعم. فقد تعودنا على مثل هذه القمم، لكن الملفات التي سوف تتناولها القمة ربما هذه المرة تكون مصيرية. نعم. جوهرية، حيوية، تتعلق بالشعوب في تلك العواصم التي تشارك الآن أيضا في هذه القمة. نعم. لنأخذ مثلا الآن ما يحدث في مصر، تداعيات الأزمة في مصر، الانتخابات الرئاسية في مصر، ما يحدث في تونس، في ليبيا، في سوريا. نعم. الآن عندنا مأساة كبيرة في سوريا تتعلق بقضية اللاجئين الذين الآن أصبحوا بالملايين في. نعم. دول الجوار. كيف تتعامل القمة مع مثل هذه الملفات؟ كيف تتعامل مع الوضع في اليمن، تداعيات الأحداث في اليمن؟ وأيضا كما ذكرت في بداية هذا اللقاء، التقارب العربي، تقارب وجهات النظر بين الأشقاء العرب. نعم. كيفية التعامل مع الملف الأزمة النووية. نعم. الملف النووي الإيراني، يعني الآن دخل هذا الملف منعطفات متشعبة، مفاجآت ما. نعم. شابه ذلك، كلها تحتاج الآن إلى وضع رؤى مشتركة لكيفية التعامل معها في هذه المرحلة والتعامل مع القضايا الأخرى. نعم سيد عبد العزيز عبد الله السيد، رئيس قسم البرامج والأخبار الوثائقية ورئيس قسم المذيعين في تلفزيون دولة قطر، نقول لك شكرا جزيلا على هذه المقابلة، يعني أسعدني أني مع كبير المذيعين في دولة قطر. أنا سعيد جدا أخوي نجيب، معليك زود، سعيد جدا بهذه المشاركة، وأنا بين أهلي وجماعتي وإخواني وعزوتي، ومثل ما أنتم تتمنون أن هذا المؤتمر إن شاء الله، إن شاء الله يتألق، أنا عندي إحساس داخلي بأن هذا المؤتمر سيتألق إن شاء الله من قدراتكم أنتم كزملاء في الإعلام، من قدرات الدبلوماسية الكويتية، قدرتها على مواجهة الأزمات التي موجودة حاليا داخل هذا أو أروقة القمة. نعم. أملنا كبير إن شاء الله، هذه أمنيات جميع خليج كل